بس بالي هاك بالي بالي الله اكبر بالي شوف بالي بالي الله اكبر انا عباس البس كلها الموديلات بالي هاك بالي بسبب الدولار بسببهم هاي الناس اللي ما تشروع شنو هالوضعيه هاي والله شو تسولف لك مثلا اشوك على نفسي وعلى الناس على الناس يعني الشعب العراقي مثلا بيشكر يوم يطلعون الدولار وصعدوا يا اخي والله حرام عليكم والله العظيم الناس ملت ماتت يعني وقف لا عندنا الصناعه لا عندنا مستشفيات تدخل المستشفى هي فور تاري مستشفى الاوبرا يطوى له بيده مكسوره للمعوق للبطن السهال المهم موتونه زين انتم شنو غايتكم تصعدون الدولار اردفتهم شو انتم وايران العراقيين ثلاث ارباعهم دينه ودبس ويملك هسه الناس على غليان هاي وحده على غليان هم باوع الشعب العراقي اربع فقرات فيه ربع تجار خلي يسمعني وربع موظفين وربع فقره هاي اليوم انت يعني 25 30 الفقير بده يراوح انتم عينوه انا رجال موظف عندي سياره حسب الشهر ما عندي مصرف الله اكبر الخاطر الامام الحسين اللي تلطمون علي هي هات منا الذله قال الامام الحسين اللي تلطمون علي الامام الحسين مواكبكم اصرفوا مليارات هاي وحده ذاك اليوم اللعبه بالعافيه على الفوز موفقين ان شاء الله طلعتوا يا الشعب العراقي طلعتوا هواي اليوم انت موظف 10 مشاريع خساره والله العظيم وقاضى الله الدمع بعيني عند عائلتي ادخل بزمانه ها عندي سياره ما عنده مصرف ليش؟ خلونا نلبس باله هاك باله باله الله اكبر باله شوف باله باله الله اكبر انا عباس البس كلها الموديلات باله هاك باله بسبب الدولار بسببهم متنا ويا من تحكي يوخرون ابو الخميس يجيبون العلاقه ابو السديس يا المالكي سايم الله عليك بس خليني اكمل بس خليني اكمل